بيان سور. شنو هو اللي نجم نمشيو اللي هما الفي اي بي؟ شنو هو؟ مازلنا نحكي. عسلامة جمهور. خاكملو. مرحبا بيك نجلة. اش بيك؟ أمشي. مش تمشي؟ أمشي. شنو قد وحدي؟ لحظة لحظة معاه. مرحبا بيك نجلة. مرحبا. خاكمل نحكي يا أخي، أنت ديما هكا طالع لي. ما عنديش وقت باش نسألك ونخرج على روحي. مزروب. نجلة، شهرين التالي هبطت فيديو وانت تبكي بعد ما روحت من عرس، علاش كنت تبكي؟ وين نبكي؟ انت هبطت الفيديو هذا؟ لا نحكي بالك شما، مش نبكي. تبكي تبكي، يمكن نسيت. انا هبطت فيديو انا نبكي؟ اي ستوري وانت مروحة من عرس. لا لا، صار وين العرس هذا؟ ما فهمتكش. العرس اللي تحرشوا بيك نسيتوا ولا؟ اتعرضت للتحرش في العرس هذا، الشيء اللي خليك تدخل في حالة من هستيريا. العرس هذا أول حاجة أنا ما هبطش ستوري وأنا نبكي لمعلوماتك، أما العرس هذايا بالحق أنا مشيت العرس، والعرس هذا ما خذيتوش أنا، خذي شكون أسيستان معايا في الخدمة من عند قولوا متعهد حفلات، واحد عنده فرقة أول مرة أنا نتعامل معاه، قال لي عرس كبير فيه عبد الرزاق الشابي، فيه شاب الحبيتري، قال لي في صالة. عبد الرزاق الشابي يغني؟ لا يقدم في العرس. تعود تتصل فيا على العرس، يقدم في العرس. كي سمعت فيه أسامي بتبيعة كبيرة وفي صالة، أنا نخدم خاطر كان في صالة، ما نخدمش في دار، ما نخدمش، فهمت؟ هذايا مش تكبر، هذايا واحد على يخاف، يخاف شنو اللي باش يصير. ما راني كوني كي مشيت ما لقيتوش العرس في صالة، مشيت أنا وياسين سعيد دخلنا. ملي دخلنا النهج لقينا برشا عبيد وترميو على الكرهبة، هبطت دخل ياسين وقعدت وحدي على أساس باش يوصلوني للسين، في بالي السين قريبة، أخي السين طلعت ياسر بعيدة. فكل الوقت هذاك بربي يجا خان كملوا نحكيو، علاش خليتني هكا انا نحكي مع تصويره مش حتى بحذية؟ اي في الثنيه اللي انا ماشيه نحكيو على صحيح، هو اللي قالوا فما عرس انا مشيت له بالضبط نهار المولد، ما ننساش انا مشيت له العرس هذا، عشت فيه بالحق ليله عمري ما ننساها، ليله كلها رعب. قالوا لي في صاله، مشيت ما لقيتش روحي في صاله، وصلنا نلقاو برشا عبيد، كنت انا وياسين سعيد كهاو، الشوفير كان في مولد في دارهم. كهبط ياسين جاوني من جماعه العرس باش نهبط معناها خوات العروسه، اما كي هبطوني في بالي السين قريبه، السين ياسر بعيده، والكل هرجال يمين ويسار، الكل هرجال، نجم نرجع للنجم باش نقدم. تحصرت. تحصرت وخفت، ما نكذبش عليك، خفت على الاخر، اول مره نخاف نسمع في صوت عبد الرزاق الشابي قدم فيا، خاطر هو موجود في العرس، وقالوا لي معك ما مريتوش عبد الرزاق، معني كان امنيتي نرى اي عبد انا نعرفه، مريتوش. ما صدقت ربي لما انا وصلت شويه ورسين من تالي، وقتها بالحق انا بكيت ودخلت في حاله هستيريه. علاش بكيت؟ خفت، خفت. هل كان فما حاجات في الاستقبال توحي بأنه المكان يخوف؟ العبيد هما كلهم رجال الساعة، أي؟ أنا ما ريتش نساء، خفت لنزيد ندخل ما نلقاش نساء. نجلة مش خفتك هاو؟ خفت. مالا قلت أنت بكيت على خاطر تحرشوا بيك. تصبر عاد، شنو تحرشوا بيا؟ يا حكي لي أنت معايا في العرس؟ تحرشوا بيك؟ اي شنو كيف تحرشوا بي؟ احكي لي انت علاش ما نعرفش نحكي لك كيفاش. احكي لي كيفاش فكيت التليفون من عند طفل وربيت وطيش الميكرو. انا نحكي على بكيت البرد، قلت لك من كثر ما ريت العباد وياسر شاربين وما فهمتش، بكيت حتى الميكرو ما خديتوش في يدي. دخلت، كي دخلت قلت خل ندخل مع العروسه والواحد، كي دخلت نلقى واحد انا واقفه وشاد شاد التليفون هكا، وقتها انا ذاك فكيت له التليفون، وقفت الفرقه. شو شاد التليفون؟ شاد التليفون نتاعو يصور فيا هكا من لوطا.
اي مرحبا بك في تونس. كاو شنو وقفت الفرقه وتكلمت قبل الساعه ما نوقف الفرقه لا يزي هذيك ساعه شاد لي التليفون وزوز بحذايا بالكرتوش ويلزمك تراهم هما هو يعمل كرتوش يبدا صاحي وخليك يبدا ما هو صاحي ويزيد يا ولدي مش رعب انا باش نموت نهارتها باش نموت. خذيت الميكرو وتكلمت الحق. لقيت روحك بين الكرتوش وما بين شكون يصور فيك بالتليفون؟ تحرش كما قال. كارثة هذه. اي غنيت غنيتين ومن بعد جات العروسة كيف كيف خذيت الميكرو وقلت لهم معني علاش هكا؟ تصدمت انا ما كذبش عليك. وهذاك علاش انا راه ما نمشيش لاي بقعة الا بكونترا وفي صالة ولا مش متكبرين على هكا واحد يخاف. كيفاش روحت؟ كيفاش روحت؟ هما غنيتين وقلت ياسين اهبط يزمك ترى كيفاش انا خارج هكا هكا الاولاد اللي متاع الفرقه كيفاش خرجوني. هيفا وهبي الحمد لله خير من هيفا وهبي. تليفون طفل مازال عندك حنشوفوا الفيديو؟ لا رجعت له التليفون. وما قلت ربيتك وانت متعدل سويدي من بعد وانا براي علي جبتولي هادي انا ما جاوبكش نجد علي جبتولي علي جبتو هادي علي هوني موجود مش في بالي سي بون ما عادش ارتحت جيت نلقاه جا وحده ياسر عنده خشم وكرامه مانيش باش نقوم ومانيش باش نجاوبك ومانيش ما تقومش وانت قلت كان انت تقوم سي بون البرنامج هذا يتشيح ما تقومش اقعد باش نحرمك من الباس اقعد بالماسك كيكا باش نحرم اقعد بالماسك الماسك نتاعك مشهور اكثر منك انت تموت والناس تعرفك اما باش تقعد ديما بالماسك انا مانيش نجاوبك انا متربي مانيش نجاوبك حتى انا متربي اش قلت لك انا باش نقعد ديما بالماسك يا متربي باش نحرمك من الباز ومانيش باش نجاوبك باز استنى فيك انت باش تعملي باز بطبيعه تشكرني نورمالمون اللي باش تتعدى معايا نشكرك علي نشكرك باش نعمل لك الباز العباد باش تتفرج فيك انت باش تعملي الباز بيان سور انت ثبت انا نجله راه انت باش تعملي الباز انت نجله وانا البابارازي كلك 130 الف ماسك يا وليدي انا البابارازي